انطلاقا من الحرص الذي تولي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير جودة الخدمات الحكومية ومواصلة رفع كفاءتها وتسهيلها أمام المواطنين والمقيمين، تم مؤخرا الإعلان عن تطوير عدد من المبادرات الحكومية. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ونائب الرئيس للتحول الإلكتروني، أكد أن تطوير الخدمات الحكومية هي عملية مستمرة تهدف إلى الوصول إلى ما تنشده الحكومة لتسهيل إنجاز المواطن والمقيم للمعاملات عن طريق الجهاز الحكومي. جاءت مبادرات تطوير الخدمات الحكومية بحرص من صاحب السمو الملكي وولي العهد رئيس الوزراء الموقر ومتابعة الحثيثة لضمان تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة، يعني بحيث تختصر الوقت وتقلل الجهد وتعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة كذلك حتى للمستندات. وهذا ما أحب أكد عليه سلمكم الله، بأن تطوير الخدمات الحكومية بحد ذاته وليس هدف ولكن برنامج وعملية مستمرة تحقق الاستدامة على يعني تطوير العمل الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات، من خلال إعادة هندسة العمليات، تحديث السياسات والقوانين التنظيمية، الاستماع إلى آراء وملاحظات المتعاملين مع الجهاز الحكومي، نعم. ومن ثم يعمل على توفير خيارات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية، نعم. وكذلك متكاملة مع الجهات المعنية. وهذا طبعا يأتي إلى يعني طبعا يأتي إلى الهدف والنتيجة أن نصل إلى ما تنشده الحكومة الرشيدة وتسهيل حياة المواطن المقيم في مملكة البحرين في التعامل مع الجهاز الحكومي.